يسكن هنا في شارع ابن الرومي، لكن من فترة، لكن زمان يعني مدة طويلة هلبة، لكن تقريبا عندي به علم انه هو حول في شارع شوقي. شارع شوقي 27 حوش المرحومة هو. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. المرحوم كان عزيز علينا، الله يرحمه ويغفر يغفر له. هنا راجل فنان كريم، راجل طيب. عشرنا في سوق صناعات محلية فوق، قد ما عشرنا واحنا نخدم ولا طول فوق، يعني نعمل ناس يعني زي ما نقول. هو ديما بروح في الدكان وتلاشى العود نتاعه وتنطر، وأحيانا ضل مرة يجيب حداه زملاء يقعد نجيب حداه وظل هو يوم يهدرجو. هذا نعرف الحياة المرحوم رحمة الله عليه، الله محقق بيع الإسلام. راجل مظبوط، راجل فنان، راجل كان يعمل يضرب في العراس، صاحب زرادي، صاحب قوستو، راجل عمره ما وجه حد، وراجل ديما الضحك واللعب والتدريس، وراجل نعم الناس وكل حد يعرفه، واعطيه اللعب والضحك وديما الزرادي وضرب العود واعطيه القوستو والكيفية والتدريس ويطنطم في العود. وحوكي صنعته يخدم في النول، حوكي في النفيس في الارتجين السوق المحلي في الارتجينات، يجوب احدى جماعه كان حياة الفقور رحمة الله عليه مختار شاكر، فهمت معاه يقول له واحد يقول الشيخ محمد بيشو رحمة الله عليه مرحوم، كانوا هلبة جماعه يسمعوا به ويغني لهم ويسموا لهم وهو يغني. جاب يسرني قال ليلة في العمر ما محلال عرسي في المعمورة، أمي فرحانة مسرورة فكرت بابا من يخدعها، جاب على كتر مالي الناس بيحبوني، جاب قبل من بين غني غناي، جاب ياسر يعني ناس أنا صغير ما تعلمش منه هيك صغير. هو فعلا حوكي صناعي في الدرس جيناتا فوق السوق المحلي هذايا، كان حوكي صنعته في النور. أما يجوه الشيخ مختار فقول يجيه الشيخ محمد هذا الاخر كلهم يجوا ناس فنانين قدم، فهمت هلبا يا جماعه.
البلاد جروحا يبكي عليه الأحباب نعم الناس رحمة الله عليه وبالتالي دار السوق للصناعة هذه دار نخدي دكان ديك نفنو لهنايا زادت العلاقة بيننا ومشينا هلبة مع بعضنا وبعدها في الحد مشى لحالة والدي الحاج محمود علي بن محمود كان صديقي شخصي للمرحوم لدرجة أن سماني على اسمه. أتذكر وأنا صغير مرة مشينا للدكان بتاعه وكان هو طبعا حولي كان حاط العود فجيت أنا وصغير بناخذ العود قال لي لا هذا هذا بعتلي أمتك. قعدنا سنين مع بعضنا يعني تقريبا جي 4 أو 5 سنوات يعني. هو يخدم حوكي وأنا نخدم في الذهب في السوق بحلاه في جنبه يعني. قعدنا عشنا وخيانة يا معنا سنين يا حتى الآن يا المغروم شوية يا هو مغروم الفن يا عنده العود ومعنا راجل فنان يا هي يحب الأشياء هذه كان صاحبي قديم هلبة كنا صنايع محمود محمود كان من القاضي عبادنا قبلي من نحن السوق هدايا كان رجل طيب ومبارك كان يخلف في النور وقت هنا وكان فنان شعبي ممتاز أن الفنان الأصيل يخلد فنه وأن العطاء الجيد يستمر معنا ولا زلنا لحد الآن نذكر هذا الفنان المبدع بما قدمه عبر مسيرته الطويلة للأغنية العربية الليبية وبما قام به من دور لتثبيتها ولتوصيلها إلى الناس. اشتغلت الفن من صغري عن في المدرسة عن الشيخ عبد الله الميلادي اولا ابتديت فهمت واخدينا منه اناشيد وقصايد وكل فن يعني اول ما خششنا مسألة الفن هو الشيخ عبد الله الميلادي ثم التحقنا بالفنانيين في الافراح وفي هذا وفي شيء من مرحلة إلى مرحلة. بسم الله الرحمن الرحيم. في ذمة الله أيها الفنان الراحل. ولد المرحوم في الحشان سنة 1905 وفي كتيب العائلة يقولوا في سنة 1911 البلدية في سنة 1935 ما زال ابنه فيها ثم درس في كتاب سيد علي الهاني قرأ شوية في كتاب سيد علي الهاني وبعدين والدها طلق والدها هو في سن مبكرة صغير طبعا أنا تعرفت ولي الشرف على الفنان المرحوم في سنة 1936 في بداية النشاطات سواء كانت رياضة أو فن من بين الحاجات اللي أنا عرفتها هي طلب أن هو يشارك في الرياضة وجيل السي رمضان المدرب الأول في الرياضة قال لا تفضل تعال تمرن في كرة القدم كحارس مرمى
لكن كان الفن يتغلب عليه، ما يلتزمش للتمارين، ما يلتزمش كذا، برضو يغيب. ولكن كان ميوله لحاجة أخرى، أن السباحة هي رغبته. وتعرفنا في البيادة زمان، كانت بيادة نعوموا مع بعضنا ونديروا في مسابقات عوام، هو ويوسف بنكورة ونيم، كان خليل شحاتة حتى هو موجود، نعوموا. اشترك في رياضة السباحة، وأول مرة خش في السباق خذ الجائزة الأولى في السباحة. فأول ما دخل السباحة من الأيام الأولى اغلب أحسن بطل كان في ليبيا، وكان السباق من رأس المول، يعني من البوابة متاع المدخل متاع الميناء حتى للترسانة. زوجته قالت لما مشى لتونس، هو طبعا زوجها في سنة 1933 وهي الزوجة الوحيدة ولم ينجب منها أطفال، فراه المرحوم إنسان مقطوع من شجرة ما عنداش حتى واحد في الدنيا. قالت أحكى لها، قالت هرب لأن ضرب الماريشال، المارشال اللي هو زي ما نقولوا صول أصوال، وفيه اللي يقول عريف، عريف يعني عريف نحن. فطبعا علاش ضربه؟ قالوا لنا كانت في عركة ما بين اليهود والعرب، هو ضرب ولبدوج معه في فندق الزهر، وصبح خد السيارة وصبح في تونس، قعد فيه 11 شهر. هذا ثابت، هذا الشهر ثابت. حتى أصدقائه زي الحاج علي الكربو قال الطليان قالوا لو نعرفوا السيارة اللي مشي فيها كنا نحرقوها. نرجع لحديثنا، لما جاء الأستاذ المرحوم بدأ في الطرب والغناء. سبب دخوله للإذاعة جاه الأستاذ الأمين وقال لني عندي عليك فضل، أرجوك نبي تطرب الناس وتسمعهم، وإحنا بلادنا مفقودة من الفن، لابد أن احنا نبدأ ونحط الحجر الأساسي في الفن. أنا مستعد نوصلك للإذاعة. وأول أغنية غنى هو عمره 30 سنة، الأغنية تقول يندايمي يندايمي عمري مشي وتعدى، واللي مشي من العمر أش يرده. امشي وتعدى ليه اللي مضى من العمر عمره ايش يرد، يا دايمي عمري امشي وتعدى رجع بالطوب عليهن والعبد ما يدري عليه مكتوبة طيب عليه فعلا أو دير عيوبة أو دير عيوبة بدأت بها. الحديث حول المرحوم أني التقيت به منذ أوائل الخمسينات، ويعتبر من أعلام الأغنية العربية الليبية، ومن الأعلام الذين أسهموا في إثراء المكتبة الإذاعية،
ومن الأعلام الذين شاركوا في بدايات أو بدايات النهضة الفنية المعاصرة، ذلك خلال أوائل عشرة الثلاثينات، حيث كان من المبدعين من الفنانين المطربين الذين أسهموا بنشاط فني ممتاز في الأغنية الليبية، ومن رفقائه المرحوم خليل التارزي والشيخ مختار شاكر المرابوة والشيخ محمد الأمين جني أيضا. والحقيقة يعتبر المرحوم من العلامات المضيئة البارزة التي حافظت على شخصية الأغنية العربية الليبية، ولم يتغرب ولم ينحرف ولم تؤثر فيه الثقافات الوافدة. في أكثر المرات كانوا يحطوا لها في أغنية تقول يا بايع بنتك بالمال فعلك ما هو فعل الرجال، يا بايع بنتك بالمال فعلك ما هو فعل الرجال، تقريبا اللحن اللي فانا مراحش مني اعتقد في اللحن هو هذا، وفي كلمات بعد منها هو مجموعة أغاني. والأغنية الثانية كانت ثنائية بينه وبين مريم، مريم اسم الشهرة وزهرة الاسم الحقيقي رحمه الله، كانت تلبس في فرشية ومصممة على أنها ما تغنيش إلا بالفرشية، وغنت هي وياه الأغنية الثنائية، هو يقول وهي ترد عليه. الأغنية تقول بنشاورك يا بنت ترد الشيرة علي شوي بعد المحبة خير، هي ردت عليها قالت لي كل من يعافك عافى، اللي مدلك بالغير دير خلافه بالحق مولا بوش عيتكافل، وكان تقدر عن هلا كدير. قلت لها يا كيف اللي شفاه وتقاصى اللي محبته في قلبه ايش خلاصه، بالعمر نحلف بيه مقوى راسك مصير يرتع في طويل سرير، وواحدة بواحدة بيت ببيت انا وياه. أعطاني شحنة من الترابلسية.